الجديد، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد مقتل أحد قادتها في سوريا علي رمزي الأسود. واتهمت سرايا القدس الموساد الإسرائيلي باغتيال الأسود علي رمزي بإطلاق النار عليه في ريف دمشق بسوريا. وقالت في بيانها إن عملية الاغتيال تحمل بصمات إسرائيلية. من مدينة كونفنتري البريطانية ينضم إلينا رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. أهلا بك معنا سيد رامي، لك أن تطلعنا عن تفاصيل هذه العملية وما هو الدور الذي كان يقوم به الأسود في سوريا. نعم، صباح الخير. طبعا هو قيادي باعتراف الجهاد الإسلامي وقيادي بجناح العسكري لهذه الحركة، ولكن صباح اليوم عندما جرت عملية الاغتيال نحن اعتقدنا بأنها عملية قتل عادية تجري داخل مناطق النظام ضمن نحو 60 حالة عملية قتل جرت هذا العام، ولكن على ما يبدو بأن التتبع كان واضحا لهذا الرجل، لأن لم يكن أحد يعلم بتلك المنطقة بأن علي الأسود هو قيادي في حركة الجهاد الإسلامي أو قيادي في الجناح العسكري المتتبعين من قبل إسرائيل بشكل كبير جدا داخل الأراضي السورية. هذه ليست عملية الاغتيال الأولى التي تجري لحركة الجهاد الإسلامي داخل الأراضي السورية بهذه الطريقة أو عبر عبوات ناسفة، وأيضا القيادات في الحرس الثوري الإيراني، ولكن أيضا في منطقة الضاحية القدسية كان هناك عدة عمليات اغتيال جرت لضباط رفيعين من قوات النظام، لكن أن يجري اغتيال قيادي في الجهاد الإسلامي بشكل قطعي هذا الأمر يدل بأن الموساد الإسرائيلي وصل إلى مرحلة ليعلن تحركات هذه القيادات داخل الأراضي السورية. سابقا شاهدنا قيام الموساد باغتيال قيادي في الحرس الثوري الإيراني في ريف دمشق أيضا عبر عبوة ناسفة، وأيضا اغتيال قيادي ما يعرف بالمقاومة السورية لتحرير الجولان كان برفقة قيادي في حزب الله بمجرد أن خرج بعد دقائق جرى تفجير السيارة. لذلك أقول بأن نعم هي أصابع الموساد، ولكن أصابع الموساد أن تخترق الأرض لهذه الدرجة فهذا خلق كبير أمني داخل على دمشق ومحيطها لهذه المجموعات أو لهذه الشخصيات التي من المفترض بأنها محصنة. مستوى وجود الجهاد الإسلامي في سوريا إلى أي حد تقريبا، ويتمركزون في أي منطقة، الدور الذي يؤدونه هناك؟ لا، هو معقل الجهاد الإسلامي وسرايا القدس في خارج سوريا خارج فلسطين هو في داخل الأراضي السورية، وعندما جرى القصف على كفر سوسة كان هناك قيادي عسكري من سرايا القدس موجود إلى جانب قيادات من حزب الله لبناني وآخرين من السوريين أو ما تعرف المقاومة السورية لتحرير الجولان. هم لديهم تمركز أساسي، كل قيادات سرايا القدس التي هي خارج سوريا إما موجودة في الضاحية الجنوبية في لبيروت أو موجودين في دمشق وريفها، وهي المعقل الأساسي. دمشق هي المعقل الأساسي لسرايا القدس داخل الأراضي السورية، وهي نقطة التواصل حقيقة الأمر ما بين الحرس الثوري الإيراني وسرايا القدس العاصمة دمشق.